يا مساء الحب، كل سنة وانتم طيبين. بمناسبة عيد الحب المصري، بالمناسبة مش شرط أول ما نسمع كلمة حب يجي في بالنا حب العشاق وبس. أسمى أنواع الحب هي اللي بتكون بين الأصدقاء والجيران وبين الأهل وبعضهم. أتمنى الحب النقي اللي بإخلاص بتاع زمان يرجع من تاني ويعم السلام والدفى في كل البيوت. ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا من المرة اللي فاتت. عايزة اقول لكم ان انا بتمنى ان الاسبوع يجري بسرعة بسرعة عشان اشوفكم وتشوفوني ونتواصل مع بعض. النهاردة انا جايبة لكم اكلة سهلة جدا زي ما انتم متعودين معايا، واكلة بسيطة جدا جدا. الاكلة بتاعتنا الولاد بيحبوها جدا من بره، زي ما انتم عارفين ان انا بحارب على قد ما اقدر اكلات بره. النهاردة هنعمل البروستد او الفراخ المقرمشة. طيب، مكوناتها ايه؟ مكوناتها سهلة وبسيطة، هتدخلي المطبخ مش هتاخدي وقت خالص، وهقولك كمان على الخطوات اللي تقدري تشيليها كمان بيها في الفريزر، تطلعيها يدوب على التحمير مش هتاخد معاكي يدوب 7 دقايق 6 دقايق وكون الأكلة جاهزة. يلا بينا نسمي بسم الله ونتوكل على الله ونشوف الأكلة بتاعتنا هنحتاج لها ايه النهاردة. أول مكون طبعا معانا قلنا البروستد أو الفراخ المقرمشة، فهيكون الفراخ. أنا بحب جدا في البروستد أو عموما الفراخ المشوية أو الفراخ المقرمشة، بحب قوي الفراخ البيضة. الفراخ البيضة سريعة الطهي، بتستوي معانا بسرعة، فبتكون سهلة معانا ومش بتاخد وقت ولا أي حاجة، تمام كده؟ طيب أنا معايا النهاردة جايبة، تقدري تجيبي فرخة، أهم حاجة الفرخة بتاعتك ما يكونش حجمها كبير عشان تستوي معانا بسرعة. هنوسع بقى الورد ده، خلاص قلنا الكلمتين بتوع عيد الحب الحلوين. طيب عشان تستوي الفرخة معانا بسرعة هنجيب حجم زي ما قلت لكم كده، يعني في حدود مثلا كيلو 300 كيلو 400، أقصى حاجة معانا خلينا كيلو ونص. طيب أنا معايا النهاردة إيه؟ أنا معايا هنقول الوركين بتوع الفرخة، أنا ما معيش صدور. طبعا أنا مجهزة صدور ومجهزة كل حاجة، بس عشان وقت الهوا بتاعي هحاول أعمل لكم حاجة كده منها على السريع بتكتها وتفاصيلها، وانتوا بقى ظبطوا الدنيا في العزومات بتاعتكم وكمان في الكمية اللي هتعملوها. طيب أول حاجة زي ما قلت لكم أنا معايا الفراخ بتاعتي بيضة، تقدري تقطعي الفرخة بتاعتك 8 ممكن 12 لو كبيرة معاكي. أول حاجة هعملها أنا غسلة الفراخ دي كويس قوي بخل وبملح، وبعدين بصفيها طبعا بغسلها كويس بالميه واسيبها تتصفى، وقطعتها زي ما قلت لكم. هبتدي اعمل ايه دلوقتي؟ هبتدي ان انا افتحها بالسكينه كده زي ما انتم شايفين معايا. لو حابه تخليها من العظم هتبقى سهله جدا. عايزه افتح كده الورك معايا عشان كل التتبيله بتاعتنا تكون متغلغله كده في اللحم وفي كل حاجه، هتكون اللحم طالع يعني التتبيله داخله جوه اللحم، طبعا مغسوله كويس قوي، والتتبيله مع الغسيل اللي انا قلت لكم عليه الخل بيفتح المسامات جدا. دلوقتي احنا خلاص زي ما قلت لكم ان احنا خلاص خلصنا اهو. هنجيب ايه؟ مكون اساسي معانا النهارده لتتبيله الفراخ زي بتاعت بره بالظبط، هو اللبن الحليب عشان اخواتنا العرب يعني، تمام كده؟ طيب اللبن ده هنضيف له ايه دلوقتي؟ اول حاجه هنضيفها للبن شويه خل، ما عندكيش خل تقدري تضيفي شويه ليمون، شويه ليمون، تمام؟ يعني عصره ليمونه كده ولا حاجه. معانا ايه كمان؟ معانا شويه فلفل اسمر، يعني انا مش هزود الكميه لان انا مش فرخه كامله اللي معايا النهارده. لو هتعملي كيلو تقدري تجيبي لهم كيلو من الفراخ، او مثلا الفرخه زي ما قلت لك كده. شويه ملح كمان، تقدري تحطي 3 أكواب من اللبن هيكونوا كافيين جدا بخصوص الكميه اللي معانا الفراخ اللي هي حوالي كيلو 300 كيلو 400 زي ما قلت لكم. طيب هنضيف ايه كمان؟ بهار معانا، انا محتاجه بقى الفرخه دي كده نظبطها ونظبط طعم اللحم بتاعها. هنضيف رشه من البابريكا، طبعا الفراخ المشويه والفراخ البروستد بتحب جدا الزعتر، هنرش رشه من الزعتر. كمان هنحط بهار فراخ، ما عندكيش بهار فراخ تقدري تستبدلي بهار الفراخ بتاعك بمرقه. على فكره انا بحب جدا المرقه، سواء البودر او سواء المرقه في الاكلات بتكون حلوه قوي. معايا بودر ثوم، بودر بصل، دايما كده لما بكون هستخدم بودر ثوم وبودر بصل عندي كده في الدولاب بتاع البهار بضيفهم لبعض، بحاول ان انا اسهل على نفسي. وطبعا كل واحد برده ممكن يكون ليه برطمان برده لوحده. معانا كمان كاري، رشه من الكاري، ومعايا برده مكون اساسي وهو ملح الليمون، مش هضيف كتير عشان خدي بالك ملح الليمون بيهري الاكل، بس برده مكون اساسي عشان يسرع لك في السوا. خلاص كده احنا خلطنا كل المكونات دي ببعض كويس مع الحليب بتاعنا. هنبتدي نعمل ايه دلوقتي؟ هنبتدي نضيف الفراخ بتاعتنا
بسم الله. عايزه البس بس جلافزات استاذنكم. عايزه اقول لكم ان هي سهله جدا جدا وبسيطه ومش مكلفه. يعني انا هوريكم دلوقتي تقدري تستخدمي ال 12 قطعه ارخص كتير، او الفرخه اللي انت هتجيبيها هتكون حوالي 12 قطعه او هنقول 8 قطع ارخص كتير من بره. طبعا احنا شايفين عفوا شايفين هي قد ايه دخلت اهي في اللبن. طيب انا محتاجه ان انا اسيبها قد ايه في التتبيله دي؟ انا محتاجه اقل وقت 4 ساعات عشان تتهري الفراخ معانا وتتبل، يكون طعم اللحمه بتاعك حلو، ما تقلقيش خالص من اللبن، صدقوني ثقوا فيا زي ما دايما بتثقوا هتطلع وهوريكم النتيجه هتكون حلوه جدا ومميزه فعلا. هنسيبها بقى كده متبله ونبتدي نحضر للكفر او الوش بتاعنا بتاع الفراخ، وده اهم حاجه طبعا انتوا عارفين ان ده بيكون اساسي جدا. نبتدي نحضر بقى للكفر بتاعنا. الكفر بتاعنا ليه مكونات بسيطة جدا، مش بيض ولا لبن تاني ولا الكلام ده كله، حاجات سهلة جدا وبسيطة. طيب هنحتاج ايه للكفر بتاعنا؟ هنحتاج لو احنا معانا كيلو من الدقيق، هنحتاج لكيلو دقيق ده حوالي 4 معالق كبيرة من النشا. معانا نص كيلو هناخد معلقتين ممسوحين كده كبار من النشا. طيب هحتاج مكون تاني واساسي معايا عشان يخلي الفراخ بتاعتنا تنفش وتدي شكل حلو قوي، ايه هو؟ البيكنج باودر. اسفه جدا، عفوا. تمام هنحتاج بيكنج باودر، دقيق، نشا. البيكنج باودر لكيلو الدقيق نقدر نقول نحط له حوالي 10 جرام بيكنج باودر بتاعنا بتاع الحلويات العادي جدا. تمام كده، يلا بينا نبتدي نضيف المكونات دي لبعض ونشوف هنعمل ايه. هنقول دلوقتي بسم الله ونبتدي نضيف المكونات بتاعتنا لبعض. طيب هناخد الدقيق زي ما قلت لكم، يا انت جايبه حاجه كبيره جدا ليه كده؟ هقول لكم دلوقتي ايه السبب اللي خلاني جبت الوعاء الكبير قوي ده. هنبتدي نضيف، انا ضايفه للنشا البيكنج باودر، ضايفه زي ما قلت لكم، طبعا مش 10 جرام لان انا مش ده مش كيلو دقيق، بس انا قلت لكم ان كيلو دقيق عشان ما حدش يتلخبط معايا. معانا دنيا على التليفون. ايوه ايوه يا دودو. ايوه يا مس كيف عامله ايه؟ ازيك يا حبيبه قلبي، عامله ايه؟ كلكم طيبه يا حبيبتي ومناسبه عيد الحب، وانتي طيبه واهلك وحبايبنا كلهم طيبين حبيبه قلبي، ربنا يخليكي يا رب وانتي طيبه وبالف خير وعليكي وعلى اسرتك ان شاء الله تكون الايام كلها حب وسعاده يا حبيبتي. ربنا يخليكي يا حبيبتي. انا عايزه اقول لك بجد يعني اصمم كل الناس الوصفه دي بجد تحفه. ربنا يخليكي يا حبيبتي بجد، يعني انا عشان متابعاكي على القناه بتاعتك فبجد اهلا بيكي. ميرسي ليكي يا حبيبه قلبي جدا، ربنا يخليكي يا رب والله، يعني بجد بتقولي حاجه باستفاضه جامده جدا يا حبيبتي، ربنا يخليكي كتر خيرك، ميرسي ليكي جدا يا دنيا. ربنا يخليكي، بس عايزه منك بقى سكه الباميه الويكه علشان جوزي بيحبها جدا، وبجد انت عندك حاجات كده وصفات حلوه، انت كده بتحرقي لنا بقى السيزون الجاي من البرنامج، عشان ان شاء الله باذن الله في مفاجاه هقول لكم عليها في اخر الحلقه النهارده ان شاء الله باذن الله، وعناية ليكي طبعا. ميرسي ليكي جدا يا دنيا، ميرسي ليكي حبيبتي نورتيني. طيب معانا ايه؟ طيب اتفضلي يا ايه. السلام عليكم. يا جمال يا جمال حبيبي حبيبي. ايه حبيبه قلبي، ازيك يا ايه؟ منوره الشاشه يا مان. ربنا يخليكي يا ايه. ايه اختي الصغنونه واخت جوزي طبعا. مكالمه جميله جدا. مين اللي جنبك طيب، حبيبه ولا مين؟ علي. أهلا وبارك لك على البرنامج ودايما في تألق إن شاء الله. ميرسي قوي يا إيه، ربنا يخليكي، مفاجأة حلوة بجد. ميرسي يا حبيبتي، ميرسي يا يويو، نتقابل بكرة إن شاء الله. ميرسي يا إيه حبيبتي، ميرسي يا حبيبتي. طيب تمام، إحنا ضفنا هنا عشان ما لخبطكوش أكتر من كده، ضفنا الدقيق وضفنا النشا وضفنا البيكنج باودر. تمام، إحنا عاملين إيه دلوقتي؟ إحنا إيه ضفناها لوعاء عميق، هقول لكم ليه دلوقتي. طبعا احنا معانا بهار، لازم نبهر الدقيق بتاعنا. تمام، معانا ايه للبهار ده؟ معانا سنه سكر صغنونه، مش هنحط سكر كتير، معانا باودر توم، معانا شويه ملح، معانا مرقه فوريه، معانا فلفل اسمر، بابريكا، كاري. تمام كده، حاجات بسيطه وسهله خالص، والمقادير هتنزل قدامنا على الشاشه. هنبتدي نضيف كل البهار اللي معانا، مش هنضيف سكر كتير، هنضيف اللي معانا البهار كله. تمام،
السكر بيدي طعم حلو قوي ومش بيبان خالص. وعلى فكره المرقه بتدي برده طعم مسكر، طبعا ما تستخدميهاش في كل اكلاتك، بس انا بتكلم مثلا اكله زي دي عايزين كده ايه في يوم كده مميز زي عيد الحب مثلا، نبتدي نظبط الدنيا نضيف حاجه كويسه ومناسبه، الله بقى بتكون جميله جدا. خلاص كده احنا ضفنا زي ما قلت لكم كل المكونات دي مع بعض. خلاص هنعمل ايه؟ هنبتدي نقلبهم ونخلطهم ببعض كويس جدا. دلوقتي معانا ايه كمان بخصوص الكفر؟ معانا ميه من الفلتر او من الحنفيه، تمام؟ يبقى احنا حضرنا مكونين بخصوص الكفر، هم مكونين اتنين بس، ما اسهلهم الخلطة اللي احنا عملناها وكمان مية من الحنفية، حاجة سهلة وبسيطة جدا. طيب الفراخ بتاعتنا زي ما قلتلكم الله عليها لما تقعد في التلاجة كده ليلة كاملة، يعني انت خلاص داخلة تنامي تبلي فراخك. طيب ما عندكيش وقت وعايزة تعمليها النهاردة على السريع، خلاص اوكي اعمليها قبلها باربع ساعات، عشان انا عايزة كده كل المكونات اللي معانا تخلي الفرخة طعمها حلو وتستوي معاكي بمنتهى السهولة، تمام كده؟ طيب نبتدي نعمل ايه دلوقتي؟ نبتدي دلوقتي نعمل ايه؟ نبتدي ناخد من الفراخ بتاعتنا دي، طبعا زي ما قلت لكم اهو بعيد عليكم تاني عشان الموضوع يبقى سهل، احنا هناخد وقت في التتبيله. هنبتدي نعمل ايه؟ هنبتدي ناخدها اهو، خلاص طلعناها بقى من التلاجه وهي متبله بقى لها شويه كويسين. طيب هنبتدي ناخد قطعه من الفرخه بتاعتنا نضيفها، هنضيفها للدقيق اللي معانا وللخلطه اللي احنا عملناها، اوكي؟ هنبتدي نمشي عليها كده بايدينا بمنتهى السهولة، أنا ما بضغطش على الفرخة خالص، أنا بمشي عليها بس بإيديا كده بدلعها يعني. بمشي عليها أهو قطعة الفراخ الدقيق بتاعنا جوه الجلد وتحت الجلد، لو في حتة عظم باينة، لو أنت خليتي العظم عشان تبتدي تحطيها في كريب بقى وتظبطي الدنيا كده ماشي الحال، تمام. هنروح عاملين كده ونتبلها كويس قوي ونروح ماسكين القطعة بتاعتنا أهي، ننفضها من الخلطة اللي معانا ونعمل ايه كمان؟ نحطها في شويه الميه اللي معانا، اوكي؟ هنطلعها بس اهم حاجه هنحطها في الميه وقت قد ايه؟ يعني هنقول 3 ثواني بالظبط، هتعدي 1 2 3 خلاص كده احنا طلعناها. هنرجعها تاني للدقيق بتاعنا. نفس الحكايه هنقلبها كده وندلعها جوه الطبق. تحت الجلد وبره الجلد وكل حته في الفرخه عايزاكي على قد ما تقدري تعمليها، ما تضغطيش عليها خالص، انت اوريدي هتلاقي الفرخه بتاعتك حجمها كبر وهتلاقيها كل حاجه بتمسك فيها بمنتهى السهوله. هحضر بس طبق معايا عشان نطلع عليه الفراخ اللي احنا جهزناها. طبعا انا عامله ايه دلوقتي؟ اثناء ما انا بعمل كده احنا طبعا سيدات عاملات، وحتى البنوتات اللي قاعدين في البيت اللي مش بيشتغلوا والسيدات عايزين ننجز وقتنا، يعني طول الوقت هنبقى واقفين في المطبخ؟ لا طبعا ما ينفعش. انا حطيت زيت على النار، زيت غزير، وسبته انا عايزاه يسخن، عايزاه يسخن لحد ما يوصل لدرجه حراره 180. طيب حبايبي امهاتي اللي بيكلموني دايما وانا ببقى مبسوطه بمكالماتهم على الخاص، احنا مش عارفين يعني ايه 180، يعني الزيت سخن كده انت هتقلي بطاطس وتقعد تعمل فقاقيع كده، هو ده الزيت اللي انا عايزاه، تمام؟ الفرخه بتاعتنا اهي خلصنا، هنعمل ايه؟ هنطلعها ونبتدي ان احنا ننفض منها الدقيق ونضيفها للطبق بتاعنا. يلا بينا نعمل واحده كمان نفس الحكايه، طالعه غرقانه بكل حاجه والمقادير بتاعتنا هتظهر حالا على الهواء عشان اللي محتاج يصورها. بس كده اهو هنغرق كده الفرخه زي ما قلت لكم من كل الجوانب، احنا مش بنضيفها خالص خالص للميه غير مره واحده بس، غرقناها من كل الجوانب صح؟ طيب هنعمل ايه كمان؟ هنبتدي نضيفها للميه، واحد اتنين تلاتة يلا، هنبتدي نصفيها من المية ونرجعها تاني لخلطة الدقيق بتاعتنا، تمام كده؟ طيب هكمل التتبيلة كويس قوي ونروح لفاصل وارجع لكم تاني، انتظروني. خلاص كده التتبيله بتاعت الفراخ بتاعتنا اندمجت كويس قوي بالدقيق، يلا بينا بقى الزيت سخن كويس قوي. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا يعافينا، الزيت سخن، نبتدي نضيف الفراخ بتاعتنا.
القطعتين هنضيفهم. حاولي على قد ما تقدري لو الطاسة أو الصينية أو الحلة أيا كان اللي عندك، لو هو يعني هنقول صغيرة شوية، ضيفي قطعتين قطعتين. أنا هبتدي أنقلها على نار أقل. من فضلك يا مخرجنا أستاذ محمد، ممكن تدخل المفاجأة اللي معانا لو تسمح. طب يلا تمام. ماما روحي، ما عنديش اغلى منك في عيد الحب، فما كانش ينفع لو تسمحوا. ماما حبيبتي، امي وابويا مش امي بس. ازيكم عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. بمناسبه عيد الحب، ما كنتش اجمل يوم اجي فيه عملتها لي مفاجاه، انا باجي معاها كل يوم بس النهارده دخلتني عشان اقول لكم كل سنه وانتم طيبين لمصر كلها والوطن العربي. كل سنه وانتم طيبين وبخير وسلام، وريسنا طيب وبخير وسلام، ويا رب الخير يا عم على بلادنا وعلى حبايبنا، والكورونا الوحشه دي تمشي بقى. ابعد يا شيطان، ابعد يا شيطان. مفيش اي خوف من الكاميرا خالص، يعني انت طلعتي اشطر مني كالعاده. طبعا يعني انا سبحان الله في الاول كنت في خوف وتوتر، سبحان الله النهارده ربنا يعني. هي كل سن بقى عشان انا كبرت يعني. شويه هي لسه صغيره. بس عايزه اقول لكم ان امي شاطره جدا جدا. لا يعني ما شاء الله. لا 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 والله مش عشان ماما. اقول لهم طيب؟ اقول لهم على الخيبه يعني. بتاعتك يعني؟ اه عادي جدا. اقول على فكره امي ما كانتش بتعرف تسلق البيضه، عارفين البيضه؟ انا قعدت اول سنه تتصل عليا تقول لي يا ماما البيض ده بيحط له ميه قد ايه؟ الاومليت جوزي رايح الشغل يا ماما احط له قد ايه؟ اعمل ايه؟ الاومليت ده اعمله ازاي؟ فامي كانت وحشه جدا، قعدت سنه طبعا تجيب اكل جاهز من بره وبانيه ومكرونه ويجي لهم يعني حاجات وحشه في معدتهم من الاكل الجاهز، لغايه بسم الله ما شاء الله ما اتعلمت كل حاجه حلوه. الحمد لله ما شاء الله ما شاء الله. والله انا ما علمتها حاجه، انا ما علمتش الا دعائك برده يعني. انا دايما بيني وبين نفسي بقول دعوه الام، مش بقولها عشان شو او عشان ماما جنبي او الكلام ده كله، فعلا دعوه الام ما فيش زيها. الام والحما طبعا، ربنا يا رب يخليها لك، دي حماتها دي اغلى حاجه في الوجود. ربنا عطاني والله، ربنا عطاني حمل بنتي ام ثانيه ليها، وانا بشكرها على الهوى انها مخليه بالها من بنتي هي وجوزها. على فكره جوزها هو سامعني دلوقتي، اول ما خطبها قال لي، بقول له صحيح يا حماده من النوم، احنا في رمضان، خليها تعمل الاكل يا حبيبي، تقوم تتعلم عشان تعمل لك اكل. يقول لي لا يا طنط سيبيها نايمه، انا هطبخ لها واجيب لها اكل جاهز. بعد ما اتجوزها قال لي حرام عليك يا طنط، قلت له حرام عليا انا؟ حرام عليك انت، انت اللي ما كنتش بتخليها تعمل حاجه. يلا بقى ماليش دعوه، جيبوا طيب اكل جاهز. احنا دلوقتي يا ماما بستاذنك يا حبيبتي، انا دلوقتي الفراخ معايا طبعا سبتها لحد ما اتمسكت كويس جدا، كل اتشمعت كويس في الزيت وكل البهار اللي معانا والدقيق اتمسك كويس قوي فيها. دلوقتي انا خلاص هي اتحمرت معايا، اخذت حوالي هنقول 7 دقايق مثلا. هنبتدي نطلعها على ايه؟ مش هنطلعها على مناديل، بلاش الغلطه دي. اي مصفى عندك، عارفه اللي انت بترفعي بيها الطعميه، صفيها عليها كده. ده سر القرمشه بتاعتك، المناديل هتخليها تطرى. طيب هنطلع القطعه الثانيه معانا، بتاخد وقت من 8 ل 12 دقيقه، مش هتاخد وقت معانا اكتر من كده. اهي القطعه الثانيه طلعت معانا، اللهم بارك. شفتوا القطعه زادت قد ايه؟ ما شاء الله اللهم بارك. طيب خلاص هنسيبهم كده ايه؟ يتصفوا هما الاثنين. عايزه اسمعكم صوت القرمشه. سخنه حبيبتي ما تخافيش. طيب صوت القرمشه هسمعه لكم حالا وهفتحها لكم من جوه وكل حاجه. طيب زي ما قلت لكم ان انا محضره طبعا عشان وقت الهواء اكتر من قطعه. نفسي تتفضلوا معانا طبعا. ان شاء الله باذن الله كده الجماعه اللي هنا يدوقوا ويقولوا لكم رايهم بقى المره الجايه، هل فعلا هو بروستد اصلي ولا تقليد. الحاجه الوحيده اللي مش بعرف اعملها ابدا حلوه زيها هي دي، بس في حاجه وحيده برضو ما بتعرفش تعملها زي. ايوه كل الناس عارفاها، مكرونه بالبشاميل ما اقدرش اعملها زيها. ما بتعرفش ابدا تعملها. مهما حاولت فعلا ان شاء الله نعملها مع بعض يا ماما مره باذن الله. باذن الله السيزون الجديد ان شاء الله هيكون قوي جدا باذن الله. باذن الله. وطبعا السيزون الجديد هيكون في اكلات كتير جدا واكبر من كده بخصوص اهلي وحبايبي الصعايده. تمام، اخر حاجه عايزه اوريها لكم قبل ما نختم مع بعض، احاول على قد ما اقدر، عايزه اوريكم الفراخ بتاعتنا قد ايه مقرمشه. يا رب الصوت يكون واضح، صدقوني صوت القرمشه قوي جدا. عايزه افتحها بس من جوه. انا بس انا 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 ما تخافيش. لا طيب
ماما متعوده على السخن بقى ومتعوده انتيها. شفتوا برده ما بيفرقش معاهم الحاجات دي مهما احنا عملنا. عايزه اوريكم بس اللحم استوى معانا ولونه، وعايزه اقول لكم ان هو كمان لو كان اتساب اكتر من كده في التتبيله كان اكيد هيستوي اكتر من كده بكتير. نفسي اعملها كده فاشله فيها. لا 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 بيجي يقول لي يا ماما ايمي هي اللي بتعمل فراخ صغير. يا رب النهارده الحلقه تكون كانت خفيفه عليكم، ما اكونش طولت عليكم، وطبعا وجود ماما معايا يا رب يكون اسعدكم. انا عن نفسي سعيده. طيب معانا تليفون، حاضر. قبل ما ننهي، الو. الو. ايوه ازيك يا ماما؟ الحمد لله. مين؟ مش عارفين. عارفه طبعا عارفه، والله مفاجاه حلوه. طنط حماتي حبيبتي. لا لا مفاجاه جميله قوي يا حبيبتي، ربنا يخليكي. يا نهار ابيض النهارده كده على الهوا وجنبي. ميرسي، ربنا يخليكي. ده انت اللي منوره حياتنا يا محمد، انت اللي منوره حياتنا كلها. ان شاء الله يا طنط تكوني ربنا يخليكي ليا يا حبيبتي. ده انت حبيبه قلبي، انت مخليه بالك من بنتي وانت في عينيا. الحمد لله يا حبيبتي، متشكره جدا لذوقك، متشكره جدا. ربنا يخليكي لينا يا طنط، ما يحرمناش منك ويديكي الصحه يا رب. يا رب ربنا يخليكي. دعواتك ليها اجمل امومه، دعوه الحما اجمل امومه، دعوه الحما احلى من الام على فكره. ربنا يسعدها، ربنا يسعدهم يا رب. ربنا يخليكي لينا يا حبيبتي، يديكي الصحه والعافيه يا حبيبه قلبي. يا رب كل سنه وانت طيبه. كل سنه وانت طيبه يا طنط. النهارده كانت حلقه جميله جدا بالنسبه لي، يا رب تكون كمان كانت قريبه لقلبكم على قد ما اقدر. حبوني انا والنبي حبوني انا. حاولت ان انا اساعد ماما، حاولوا انتوا كمان. ربنا يا رب يخلي كل الامهات واللي مامتها او مامته متوفيه، ربنا يرحمها ويسامحها. حبوا زوجاتكم، حبوا اولادكم على قد ما تقدروا. انا مش بعمل هنا شو والله خالص، هي دي الحقيقه فعلا. مش باقي زي الحب فعلاً اللي بيننا وبين اهلنا. حنين عليا جدا جدا جدا. ان شاء الله باذن الله انت تزوريني في السيزون الجاي، سيزون باذن الله هيكون قوي جدا، وخصوصا لاهل الصعيد. اهل الصعيد أيوة. كلمات كتير قوي، وهم اهلي وحبايبي. ان شاء الله هيكون سيزون قوي جدا. يلا مش قادره اقول لكم السلام عليكم، مش عايزه اقطع بس مضطرين عشان وقت الهواء. كل سنه وانتم طيبين ورحمه الله. يلا مامي قولوا لهم السلام عليكم. كل سنه وانتم طيبين وعيد حب حلو عليكم، يا رب تكون سنه سعيده. تمام يلا، لا اله الا الله. يلا السلام عليكم.